لازمنا لو ميور عبد بريسي ورابيد نحن نشرب له من دمه نحن نطلب سنيه. Tu me rappelles moi quand j'avais ton âge avec cette hargne, cette rage. T'inquiète, j'ai le meilleur des meilleurs pour toi. Je te présente mon arme secrète, mon aigle royal, Jean-Baptiste. C'est une armée à lui tout seul. On le connaît aussi sous le nom du fantôme. Discret, rapide et très efficace. وعندك في فيقة هذا؟ Je t'ai dit que c'est le meilleur des meilleurs. Il a à son effectif plus de 85 missions réussies, même en Algérie. C'est une arme secrète, une armée à lui seul. C'est quelqu'un qui est capable de nous ramener Habib et sa bande de sauvages, c'est bien lui. Tcharf aussi, Jean-Baptiste. Je lui marquais. C'est un homme d'action, un homme de terrain. Il n'a pas besoin de parole. Par contre, t'avais pas vu ma pipe. Ça te fait rire. C'est ça, moque-toi, ouais. C'est ça. Moque-toi. Ouais, moque-toi. Moi, si on vole ma pipe, je risque pas de mourir. Sacré Jean-Baptiste. Bon, allez, plaisante, Paul, allez. Non, مرة ما نعملوش كالعادة. المرة اللي فاتت هذايا الطريق. انتوا جيتوا لهنا وحطيتوا جدر. كي يوقف الكاميون يهبطوا منه جدر 100 يضربوا ضربتين يبعدوا جدر والكاميون تتعدى. هنا نقترح عليكم فكرة مخي. يضل الكاميون جاي فعود تحطوا جدره ولا تحطوا حجر نحفروا لهم حفره خندق كي تحفر لهم انت حفره خندق لهنا الكاميون ما عادش باش ينجم يتعدى يحب لهم نهار نهارين باش يعاودوا يرد من الفوس يتحصر الكاميون لهنا نخرجوا لهم من يمين واليسار وندوروا لهم من تالي ونعطوهم الضرب سمعوني يا الخاوه حسب لي زانفورماسيون اللي جاتنا من عند خاوتنا في الحزب الكاميون اللي فيه خاوتنا باش يتعدى الليله ولازمنا نديروا له واحد الكامين تاع الصح كيما قاسي الحبيب نديروا خندق انت وانت طلع الفوق تحموا النظهرات وانا وبالقاسم وابراهيم والطاهر والحبيب نهجموا عليهم كاينه ولا ما كايناش كاين حتى صالح معنا كاينين معاكم اعطوني مقلوب يا الخاوه احنا مورين الارض هما اللي على باطل ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم الله أكبر شويك الهادي لاباس عقرب وين اي ربي عقرب يا الاولاد بعدو هاي جيلين يا مشيت على روح العقل بدك ليه العقل هاي مشيت على روح ارتاح هاي يجي بس عبالك هنكملوا نحكوا الموضوع هادي يجي هاي هاي روح يا يرحم والديك يا ولدي روح بيا اللي للكلبة ذي مشيت على روح العقل قلت جيلين يا ولدي كل العقرب راه يا ولدي الكبار ما نكلوش بيجي ارتاح وسع بالك هنكملوا نحكوا طرف الموضوع يا ولدي لا تربح ورا لا تربحك ان شاء الله يا جيلين بالله يسامحونا يا الاولاد باش ندلل عليكم كان فما عقارب ولا حنوش المره الجايه كلهم بعد عليها راهو ارض بخونا سيسووه بجاه ربي بجاه ربي صاحب الشفاء خويا الو سيتوبلي محليها الموسيقى تعرف مادلين اول ما جيتوني كنت خايفه انا ما نلقاش راحتي وتوا سيتوبلي افيك نو على فيرم الرياض اللي عشت فيه كنت جسر مستحقته في حياتي زيد الحقيقه انت محسسني تقول واحده من فمك يعيشك وتوا شنو باش تعمل كي باش تمشي تونس شنو عندي باش نعمل
وكل هذا باش نرجع نخدم في السبيطار وكا. لا نقصد باش تمشي في الفاميليا في داركم. نعرفش بابا لطول لقاو شكون اللي قتل ولي شاويني اكثر لينا باش ندخل للدار ومنيش باش نراه. ما استنستش ما نشوفوش. وقت هذا يا جنينة انت كيما في دارك انا كل جنينة ومش قلت لي باش نحكي لك شكون تحب. اي قلت لك ما نعرفش تديسي زيد موقفش معايا وقت اللي مات باب دراكين فيه هو قدام عيني توا ما نعرفش نحبه ولا لا. كان ما تعرفش سي كو تي لامبري تي فري ميو دو لوبلي. ممكن عندك راه والله انا خليها في قلب صاحبي ما هي استدلي سلاح ما شوية هذي رمانة تجبد الفيستا تحل وتطيشها ديريكت في البلاصة اللي تحب تفرقح. سلاح هذا؟ اي رمانة رمانة؟ اي واش بيك؟ واش بيك أجيلان؟ واش بيك؟ شعملتنا؟ باش تفيج الجبل الكل باش تفرقع على اخويا تبوس عاد خساره فيك انت تبوس عاد ما تقول لك اكثر بيه روح قدام لا تفترش لنا ناس تيجوا
شنو هذاك في ديك؟ شنو هذاك في ديك؟ هل يديك؟ شنو اللي مخبي؟ سي جوست ما فهم. Name.
قاعد نعاون فيه باش يروح لاله ومالي. تسيب الهنت فرنسيس يا الحبيب. هكا الحبيب تحب يكتب لي عمك وتحب تسيبه؟ اشين هاي الحبيب برني في الدوار وبرني في الجبال اللي ياسر عام. شنو ابراهيم قاعد تطول في لسانك مع بن عمك؟ بالله العظيم توقوم من هدلك فمك. بالله الذي لا اله الا هو ما يكون كان مروح واللي يتعرض له يتحمل كان مسؤوليته. سايبوه d'urgence. Soldat, pouvez disposer. À vos ordres. من هو انت؟
حبيب ولا عدو؟ لا انا عدو. لا حبيبتي، لا انا مع الجميع فوق في الجبل جيت نهز في الماكله. ومالاش بلاشتك مشي من هنا؟ انا من العاصمه من تونس. انت مع الحبيب؟ اي انا مع الحبيب. وناي اخت الحبيب؟ ايه السماك ربي. اختك فطيمه. انت ولا اختك فطيمه؟ ولدي ناي فطيمه. نتشرف انا المنوبي. محليها الحبيب من غير لحيه. وش قلت؟ لا قلت لك الحبيب خوك صاحبي الصنديد راجل نحبه انا الحبيب. باهي سلم عليه وقول لي فطيمه توحشتك ياسر. هي الحبيب يوصل السلام. يا ولدي مش وانت. هي المنوبي يوصل السلام للحبيب. تو والله يبارك. ياسر بروحك. اي منوبي. وتعرفي اسمي؟ يا ولدي ما كنتي قلت لي اسمك. يا نعم. ولدي هز القفة. القفة هي. عم صغير. يا الحبيب منوبي. البالي بيك، تكبس فيك وبر. يا رب صاحبي لي. أحبت المونة. ترد الروح. شافك حد ما؟ لا ما شافني حد. دوار أموره واضحة. لا بس أموره مريكة. الحمد لله. حق. سلم عليك فتيمة أختك. واش قلت؟ فتيمة أختك خد لي سلم على حبيب خويا، راني توحشتو برش. بالصدفة نلقاها بحذا البير وأنا جيت باش نهز القفة ونلقاها غادي مازال كي خلت. هاك. قعدت تشبحلها. سلي عني بيه والله العظيم هك بالضبط هك عيني فلطة. قلت لي سلم على حبيبك وصلتك سلام. يسلمك ملا الحبيب. ملا الحبيب بلاش لحية. ايش قلت؟ ليه عاود قلت يا الحبيب؟ عاود تقول استاذ بالله وسلاه. يا الحبيب يا قلت لك مالها الحبيب من غير لحيه. انت ليش بحث من غير لحيه؟ يا الحبيب يا سلي الحبيب. انت في بالك الامور هذه تطيح فيها الارقاب ولا؟ لا انا اعرفها والله العلي العظيم. نوت عيني وحكيت معاها الحبيب سلي عني بها. هي بدل ساعه بساعه عادي خبز العكري. الحبيب ما تعرف الحبيب عندك الحق كسيب داك البريزوني. فكرك فيه انت تو فهمت علاش انت سيبته. وانا كان جيت في بلاستك نعمل كيفك، واليوم بالذات فهمت علاش انت عملت كيك. اليوم ريت اليوم يا حبيب والله اليوم حبيتك. لا تريد تقول انت فهمت كي قابلت اخت فتيمة. صلي عني بيه. اش دخلنا في فتيمة؟ باش نقطع لك ظهر. صلي يا الحبيب يا يرحم. يا راح يصلي عني بيه يا حبيب. ليه يا الحبيب باليوم عايش تهبط انت؟ ماني فهمتك خويا علاش مبعد عليه السلاح بعد سمع الارض. فهمتك خويا ولا سي صالح؟ واش بيه واش دير؟ اش ما دارش؟ عطيتوش الرومانه في يدي حل زعما لا فورنا الناس كل بالله الجيلات. حتى انت وليت منهم؟ منهم الاول. بالك مشى في بالها رمانه بالحق باش يدير عليها مسفوف. يمكن حق الحبيب. اعطي لي سلاح وقتها تشوف الرجال اش تعمل.
انا ابن راسي على فرانسيس ما يخلي حد حي هو يا ربي يا صالحه ودك كيفاش ترازي فرانسيس بالقوم اي بالقوم اي مصعد 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 انت فرملي بعدني خير من ناكلك بلبليك بلبليك ناكلك بلبليك والله بلبليك تعطي ربينا محل ما عادش تشبد الرومان جمله هذيك حق الحبيب جايتك المونه قبل المغرب مونه تواجي مازالت كي جات المونه عاد انا هكاك ما دخلني شيء بالقاسم خميس الفحام قال لي يقول لي الحبيب العكري جايبت لك المونه امشي لها وانت امتى شفت خميس الفحام؟ الصبح مع الفجر قابلت تحت الرقوبة هذيك ايه يا معاد هذي مش دلتيني دلت الصالح كي دلت الصالح؟ هات جاي المقروخة نمشي نجيب القف لا مدام ولا فهم قارين طنا بعض واحد اخر اقعد لا يا الحبيب يلزمك انت لتحضر العكري تبغى تشوف العكري جاي؟ ايه يا الحبيب ما لازمني نمشي نمشي لا تطلع باثة معاك عيبتين رمان هكا الحبيب عيبتين رمان بيه أخذ رمان بصحاتك